السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة شوية وهنبدأ فعلا مباراة معجنة، ماتش قوي جدا جدا ما بين لاعب كراتي وكيك بوكسينج ماي تاي، يعني هنلاقي حاجة ملهاش حل. المهم يا شباب، والله العظيم يعني انتوا مش هتخسروا حاجة الا لما تطمنوا عليكم مش هتخسروا حاجة. فأتمنى من كل واحد فيكم يقول لي يا كابتن أنا بخير، وأنا بتمنى لكم الخير دايما وبتمنى لكم التوفيق والسعادة في قلوبكم وعليكم وعلى أهاليكم، فطمنوني عليكم. طيب ركزوا بقى معايا دلوقتي كده يا شباب على الصورة اللي موجودة دي، أنا هكبرها اهوت. أوكي، إحنا ممكن نقول مقولة أو حكمة جميلة جدا على الصورة دي. الحكمة فيما معناها: علموا أولادكم فنون القتال أفضل من الرقص على التيك توك. تاني، علموا أولادكم فنون القتال أفضل من الرقص على تيك توك. قولوا لي يا ريت ايه رايكم في المقوله دي على الصوره دي. طبعا الصوره دي انا ما اعرفش هو شاب فلسطيني ولا ايه، بس هو حد فكره يروح لبعيد والكابتن جابر بيدعو الى ايه، محاربه رجال الشرطه ورجال الجيش. لا طبعا اكيد رجال الشرطه ورجال الجيش الناس المحترمه اللي بيحاربوا الارهاب والبلطجيه، دول ناس زي الفل. لكن احنا كمواطنين لو حد مثلا بيعتدي علينا بدون وجه حق، فاحنا بندافع على نفسنا يعني بشكل عام مش اكتر يعني. ف نخش بقى دلوقتي على المباراة بتاعتنا. بس لحظة، أنا هشيل الصورة ديت، وبإذن الله يا جماعة المباراة بتاعتنا هتكون جميلة والسهرة هتكون عسل عليكم كلكم معايا إن شاء الله. تمام، هنبدأ دلوقتي يا جماعة هوت المباراة بتاعتنا. ده لاعب الكيك بوكسينج، طبعا بيعمل حركات سجود ومش عارف إيه، طبعا ده حرام استغفر الله مالناش دعوة بيه خالص، يعني اللي هو طقوس اللعبة بالنسبة له يعني. طبعا ده هبل هبل طبعا اللي هو بيعمله ده، سجود لله عز وجل فقط لا غير. بس ما علينا، نركز في المباراة. لاعب الكراتي على الشمال، على الشمال حزام اصفر، ولاعب الكيك بوكسنج او الماي تاي على اليمين. والمباراة قوية جدا يا جماعة. هو بيانتوي لاعب فرونت كيك من لاعب الماي تاي. اوه طبعا ليه وقع بقى؟ لانه ضرب ركلة عالية والرجل تاني على مشط الرجل، فلازم لما تيجي تضرب رجل يعني الركلات الارضية خلي رجلك كلها كامل القدم محتكة بالارض عشان تاخد التوازن والثبات. اهو يا شباب، طبعا لاعب الكاراتيه الحركات اللي بيعملها دي على مشط رجله انا مش بفضلها بامانه، بحس ان هي بتخليك ضعيف يعني رجلك ما بتكونش قويه قوي من وجهه نظري. طبعا لاعب الكيك بوكس عم يضرب طبعا بيانت واي او دانت واي ركله اماميه. طبعا الركله الاماميه دي بتكون ركله طعنه فلازم تقع. شايفين موسيقى، هتسمع موسيقى. تمام، لاعب الكيك بوكس لحد الان طبعا ركلاته ممتازه جدا. لاعب الكراتي اهوت، وقع تاني. شايفين لاعب الكراتي عنده مشكله يا جماعه، مش واقف وقفه جانبيه مظبوط، تحس دايما هو واقف. ايوه كده لاعب الكراتي ظبط شويه. تمام اهو، ضربات متتاليه هيضرب دلوقتي تقريبا ضربات متتاليه. ادم مسك المسكه دي. تمام، بس كده في الكيك بوكس او المواي تاي مشهوره جدا. فرونت كيك، غلط انك تهجم على خصمك على طول كده وهيديك رجله، المفروض تدي مساحه تراوي. طبعا لاعب الكيك بوكس ركلاته ما شاء الله جميله جدا. لاعب الكاراتي لحد الان ركلاته قصيره. طبعا هنا بقى نرجع لتدريب الحوض، مهم جدا وفايل. الحكم طبعا اداهم راحه ياخدوا وضعيتهم. تمام يا شباب، فرونت كيك ركله اماميه من لاعب الكيك بوكسنج. لاعب الكاراتي عمال يراوغ ضربه الكاراتيه، طبعا اللكمه ضعيفه طبعا، عمل له سحب على الارض. الحكم لازم طبعا يرجعهم ياخدوا كل واحد تيك بوزيشن ياخد موضعه. يهاجم تاني اهوت، ها بيانت واي، ركل بيانت واي تاني تكون قوية جدا. الجولة انتهت طبعا. طبعا في الجولة دي التفوق طبعا للاعب الكيك بوكس ما شاء الله، عامل اختناق للاعب الكراتي ركلات باستمرار باستمرار. لاعب الكراتي محتاج يظبط الوقفات بتاعته. نشوف الجولة الثانية يا شباب دلوقتي. تمام، أتمنى من كل قلبي إن لاعب الكراتي يظبط نفسه في الوقفة القتالية والتحركات بتاعته، يهدى شوية. هنا بدأ يهدى أهو، عمل له حركة سحب على الأرض طبعًا. تمام، هنا ممنوع بقى السقطات أهو، قرب منه لاعب أهو. ده اللي أنا كان قصدي عليه، لما لو مسكه كده أهو زي ما انا اتكلمت من شويه، قلت لو مسكه هيحاول يضرب ضربه متتاليه وبروك بيته يعني بروك بيته. فرونت كيك
المفروض لاعب الكاراتي بقى يكون يعني يجي وراه يراوغ يضرب بقوه. تمام، هنا هو شباب الاثنين اهو دخلوا في بعض، اهو يمسك اهو ضرب بالركب بالركب. طبعا لاعب الكاراتي تاني عمال يقع كتير بسبب حركه القفز على مشط الرجل. بصوا لاعب الكيك بوكس يا جماعه، لاعب الكيك بوكس واقف على كامل رجله، بس لاعب الكاراتي لو قرب وعمل بقوه جسمه كلها تفرق معاه. ده الفرق. اهو لاعب الكاراتي مثلا ظبط، اهو ظبط رجله، ظبط رجله. تمام، يهجم بقى يا ريت. فرونت كيك ركله الامام لاعب الكيك بوكسنج. لاعب الكراتي المفروض يضرب فوق، يضرب فوق او يضرب في البطن. يعني لاعب الكيك بوكسنج هنا بطن مكشوفه كلها اهو. طبعا عاوز يضرب ركبته لاعب الكراتي، خارج الخط الاحمر. فالحكم طبعا يا جماعه بيرجعهم تاني. تمام، لاعب الكيك بوكس بوكسنج بدا يتعب، بدا يتعب، باين على حركاته انه بدا يتعب، بدا يتعب. طبعا لان الحركه كتير في الفايت غلط، المفروض تعمل بالانس، توازن في الجوله الاولى الثانيه الثالثه. ضربات متتالية. تمام، انا حاسس ان الجولة دي لاعب الكراتي بيحاول يخرج طاقة، يخرج طاقة لاعب الكيك بوكسنج. عاش جدا الضربة ديت. على فكرة لاعب الكراتي هو اللي ضرب بغض النظر انه وقع. لاعب الكيك بوكسنج بدأ يكون مشتت. تمام، لاعب الكراتي هو بدأ يفوق. برافو، ضربات متتالية، لكمات، ركلات، ضربة الركبة اكيد اهو. واحد اتنين، كويس انها ما جاتش في وشه وفي دقنه، كان بالسلامة. جميل جدا لحد الان. يعني الجوله الثانيه بحس ان لاعب الكراتي بدا يعني ان هو يستنفذ طاقه لاعب الكيك بوكسنج، بان قوي. لاعب الكيك بوكسنج ميزته الهجوم بتاعه جميل جدا، لكن لاعب الكيك بوكسنج يا شباب طول الفايت الجوله يهاجم بيهاجم بيهاجم بيهاجم، فده غلط، لانك هتيجي مرحله والاكسجين بتاعك هيستنفذ، نبضات قلبك هتبقى سريعه جدا اهو. تمام، قرب من بعض، ضربه الركبه، واحد اتنين تلاته، ما شاء الله. بس جميل جدا قوه التحمل عند لاعب الكراتي، جميل جدا. اهو ضربه راوند هاوس كيك لكن ما ظبطتش، فرونت كيك بقت ضعيفه عند لاعب الكيك بوكسنج زي ما قلت، هو ضعيف خالص. لاعب الكراتي بيحاول يصطاد هو ضربات او ضربه الاولى الثانيه. برافو عليك. تمام، ده يا نهار ابيض. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم لاعب الكيك بوكسنج عنده التوازن قوي، فضربه منه بص ده بيطير. نصيحة مني ليكم، طول ما رجلك بتكون واقفة على مشط القدم رجلك بتكون ضعيفة، طول ما انت على كامل قدمك بتكون قوية جدا. اهو يا جماعة فرونت كيك، فرونت كيك تاني. اهو لاعب الكراتي مشتت، ولاعب المواي تاي يعني لاعب المواي تاي لاعب الكيك بوكسنج تعب شوية بس اهو مازال برضه، لكن لاعب الكراتي عيبه تحس مش مركز. اهو براف، اهو نفس الفكرة، وقع. لاقي لاعب الكراتي وقع كتير بأمانة، تفوق كاسح للاعب الكيك بوكسنج ما شاء الله. اهو ركلات متتالية. تمام، اهو ضربة تحت ما أثرتش. لاعب الكراتي بيجري بعيد كده كتير، ده معناه خلاص يعني هو عارف ان لاعب الكيك بوكسنج افضل منه. لما اللاعب بيفضل يدافع كده كتير. تمام، الضربة الأولى، هو الضربة الثانية، بس التحمل لاعب الكراتي كويس. هو بركبته واحد صد بالجلافز طبعا، بس طبعا باللي احنا شايفينه كده طبعا اللي فاز لاعب الكيك بوكسنج أكيد، يعني بالبوينتس بالنقط وكل حاجة. بس نكمل الجولة اللي بعدها. ضربة تاني، أيوة لاعب الكراتي خلي رجلك كلها كاملة على الأرض يا جدع. الجولة انتهت. طبعا الفائز باكتساح معروف يعني باين قوي انه لعب الكيك بوكسنج. تمام، النقط، ضرب ركلات كتير، عمل سقطات كتير، ركلاته كلها صح. فالمباراة فعلا يا جماعة كانت قوية جدا. هنشوف بس الحكم اهو. احترام لبعض. تمام، هو خلاص يا جماعة الفائز طبعا لاعب الكيك بوكسنج هو الفائز، الحكم أعلم عنه من شوية. تمام، طيب بصوا شباب، نصيحة أخوية للناس اللي بتمارس كراتي. احنا زي ما اتفقنا قلتها كتير إن العيب الرئيسي بيكون من اللاعب أكتر من الفن القتالي. تمام، اللاعب لو بيجتهد لو بيتمرن باستمرار وي هيكون جامد فعلا، ولكن احنا لازم نضيف برضو الفن القتالي بتاعك. يعني مثلا الكراتي
في مدرسة اسمها الشوتوكان، في مدرسة اسمها الكيوكوشنكاي، تمام، الكيك بوكسنج مثلا، في حاجة اسمها بطولة هواة واحتراف، في مثلا بعض المباريات مسموح فيها الركبة ومباريات لا، الكونغ فو مثلا، في الوينج تشون، في التاي تشي، في الساندا، في أساليب قتالية كتير. لكن في حاجات احنا خلينا متفقين عليها وانا بدرسها بقالي سنين فعلا، لما انت بتكون واقف على الارض وبتعمل ركلات، لو رجلك على المشط ضرباتك هتكون ضعيفه. وزي ما انا قلت في البدايه يا جماعه، قلت في البدايه ان لاعب الكراتي بسبب انه بيقع كتير وركلاته ضعيفه كتير، بسبب انه بيفضل يقفز على مشط الرجل. لما انت بتفضل تقفز على مشط الرجل، دي معناه انك انت رشيق، عندك رشاقه، عندك خفيه او انسيابيه، لكن انت مش قوي. لكن احنا ربنا عز وجل خلقنا من الارض، فاحنا بناخد قوتنا فعلا من الارض. فيفضل لما تدافع عن نفسك او انت في تشامبيون شيب بطوله عايز تضرب ركلات ارضيه قويه جدا جدا جدا، خلي كامل قدمك على الارض، حاول تجرب الطريقه هتكون فعاله جدا معاك. انا من وجهه نظري ان لاعب الكيك بوكسينج لاعب افضل بكتير. لاعب الكراتي كان عنده بيقفز على مشط رجله كتير، ما عندوش قوه لكن عنده قوه تحمل كويسه جدا، مع احترامي طبعا للكراتي، مع احترامي لاي فن، انا بس بحلل لكن مش بقلل من اي فن قتالي. مستني راي حضراتكم، واتمنى انكم تعملوا متابعه على الفيسبوك اكونت، على صفحتي على الفيسبوك يعني، اسفل الرابط، وان شاء الله انتظروا الدروس التعليميه قريبا. والناس اللي عاوزه تتمرن اونلاين، اونلاين ان شاء الله التمرين الاونلاين لكل دول العالم، اي حد لو انت قاعد في اي مكان ان شاء الله تقدم، وانا هتابعك يوم من بعد يوم. السلام عليكم وربنا يوفقكم يا رب العالمين يا شباب.